سادس حاجه جات لي من ري دراجون يا جدعان، انا مش عارف احطها فين الصراحه. الحاجات دي تحط فين يا جدعان؟ لحظه كده بس، الحاجات دي لو حصل لها حاجه انا يعني انا هيحصل لي حاجه. ايوه طبعا يا خمس حاجه دي ما جاتليش من ري دراجون اكيد يعني. طبعا زي ما عودتكم عندي في القناه ان انا شخص حيادي جدا، لابس التيشيرت بتاع ري دراجون عشان عجبني جدا وهما بعتنه لي، ده شيء بس ملوش علاقه بان انا اكون حيادي. في ناس كتير جدا كانت مقلقه من ماوس عظيم جدا من الماوسات الصراحه اللي انا شايفها الفتره دي نازله في السعر جامد، او ناس كتير قوي بتعمل عليها خصومات، بس ناس كتير خايفه بسبب سعرها. من اكتر الحاجات اللي مقلقه الناس الفتره دي واللي قلقتني شخصيا من قلقكم والله يا جماعه هو ماوس ناس كتير قوي سالتنا عليه، هو الريزر فايبر ميني اللي نازل عليه خصومات كتيره جدا الفتره دي، والناس مقلقه بما انه كلمة ميني، هل هو صغير فعلا؟ هل في عيوب يا محمد؟ يعني هل مثلا لو جيت اقارنه بماوس تاني ب 500 جنيه او 600 جنيه زي الاسعار اللي بينزل بيها دلوقتي، هل هو يكسبهم ولا هل مثلا في عيوب عشان كده بينزل السعر ده؟ عشان كده جبت الريزر فايبر ميني عشان نجربه. طبعا هو مش بالحجم ده، يعني ما تفكروش ان ده حجم الماوس، اكيد يعني ده صورة يعني. عيب يا جماعة، عيب عيب لما مشاهد زيك يفكر حاجة زي كده، عيب. انا مش عارف ممكن افتحه دلوقتي ولا ايه، مع ان الصراحة كنت حابب افتحه في القناة الفيديو الكامل، بس تعالوا ايه، تعالوا نجرب نفتحه يعني، عايز اوريكم الحجم الصراحة. في كركبة كتير عندي. ده حجم الماوس. لو انت تعرف الهايبر اكس بلس فاير كور فده تقريبا اكبر من البلس فاير كور، حجمه مش صغير خالص. مين قالك ان حجمه صغير؟ هو في ماوسات كتيره اكبر منه، مش هكذب عليك، بس لا مش صغير خالص. كلمه ميني ده عشان في نسخه ثانيه اكبر منه، انما هو ليس ميني يا جماعه. هوريكم حاجه مثلا، هوريكم حاجه انا عارف انت مش هتقتنع غير لما اوريك. ده ماوس مثلا من تكنزون عادي جدا يعني، ماوس اقتصادي جدا على فكره يعني صغير. ده الريزر فايبر ميني بالنسبه لي، هو الريزر فايبر ميني اصغر، ولكن قلتلكوا حاجه بس هو اكيد فيه مميزات يعني. هو صغير، وصغير شويه. انا اللي غبي الصراحه بقارنه في حاجه كبيره. ايه هدف الفيديو ده يعني؟ انا عايز افهم ايه هدف الفيديو. كان لازم يعني تطلع تحرج نفسك قدام الناس؟ كانش المفروض تعمل كده والله. لا حول ولا قوه الا بالله، انا مش عارف والله اقفل الفيديو دلوقتي ولا اعمل ايه الصراحه. لا حول ولا قوه الا بالله، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده يا جدعان؟ ما تزعلش يا اسطى، انت ماني بس نينجا، نينجا جدا في نفسي. تعال شوف الريفيو كامل الماوس ده، لانه فعلا يستحق، يستحق جدا كمان. مش طبعا تعمل اشتراك للقناه او تضغط على الزر اللي هنا. سلام.